بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم من جديد في برنامجكم سهرة من القصيم، وسهرة هذه الليلة من محافظة البكيرية، وعلى يميني سعادة محافظ البكيرية الأستاذ رميح بن صالح الشتوي، مساك الله بالخير. صباح الخير أبو عادل. احنا سعداء بوجودنا الليلة بالبكيرية. الله يحييكم ويبارك فيكم. وأيضا على يمين محافظ البكيرية سعادة الأستاذ إبراهيم ابن علي الشنسان، مساك الله بالخير. الله وعلى اليمين أيضا سعادة الأستاذ محمد بن عبد الله الخليفي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يحييك. وأيضا على يمينه الأستاذ محمد بن إبراهيم المسلم، مساك الله بالخير. ويوجد أيضا على يساري سعادة رئيس بلدية البكيرية الأستاذ صالح بن عبد الله السهلي، مساك الله بالخير. أيضا يوجد على يسار سعادة رئيس البلدية سعادة المهندس علي بن محمد السويلي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، حياكم الله، نحيي قناة الساحة بالبكيرية. الله يرضى عليك ويسلمك. الشيخ الدكتور عبد الله بن علي المحسن، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. الحديث، أنا متأكد أن الحديث عن البكيرية حديث شيق، وأكيد ما راح نقدر نلم بالتفاصيل الجميلة والرائعة اللي يعرفونها كثير من مشاهدينا عن محافظة البكيرية، لكن حنا نبي نحاول أنه حنا نسلط الضوء على الجوانب المهمة والواضحة من محافظة البكيرية. تفضل سعادة المحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بقنوات الساحة وأشكركم على إتاحة الفرصة في زيارة محافظة البكيرية، إحدى محافظات منطقة القصيم المصنفة فئة ألف، هذه المحافظة العزيزة من الوطن الغالي. تسعد بحضوركم وتشكركم على هذه الزيارة والتغطية. محافظة البكيرية إحدى محافظات منطقة القصيم التي تبعد عن مدينة بريدة قرابة 40 كيلو، ويتبعها من المراكز 10 مراكز، 4 منها مصنفة فئة ألف و6 مصنفة فئة باء، يتبعها حقيقة مركز الهلالية ومركز الشيحية ومركز الضلفعة ومركز ساق ومركز الفويلق ومركز مشاش جرود ومركز انجبه ومركز الفيضة ومركز الارطاوي ومركز كحلة. نعم. مركز كحلة يبعد من مكاننا هذا 160 كيلو متر مربع. سلام، جميل. ومشمول خدمات محافظة البكيرية تنتهي مع مشمول منطقة القصيم المتاخمة لمشمول خدمات منطقة حايل. نعم. الشريط الشمالي الغربي يتبع محافظة البكيرية، والذي ذكرت المراكز التي تتبع هذه المحافظة. نعم. عدد سكان المحافظة يتجاوز 60,000 نسمة. نعم. كما أن مساحتها 2080 كيلو متر مربع. نعم. نالت نصيبها كمثيلاتها من محافظات المملكة العربية السعودية من ميزانية الخير والمشاريع، وحظي أبنائها بقيمة وقدر، نالوا بموجب هذه القيمة وما وصلوا له من مستوى تعليمي وثقافي، لأن في الواقع محافظة البكيرية عني أهلها بالعلم منذ القدم. أوجب هذا أن نال أبنائها ثقة ولاة الأمر وتولوا الكثير من المناصب، وأنجبت أئمة الحرمين وكثير من الوزراء والقادة العسكريين ورجال الفكر والأدب، وهي ولله الحمد ولادة ولا تغيب كمثيلاتها من محافظات هذا الوطن. نعم. الغالي. نعم. فأنا سعيد وأرحب بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق من خلال هذه المقابلة ما تم التخطيط له من قنوات الساحة، هذه القنوات التي لها من القيمة والقدر والمتابعة
ما الحقيقة يجعلنا نفاخر بجهدها ونشاطها واهتمامها بالموروث الشعبي وما يتعلق بالتراث. يؤكد هذا الأمر ما تحفل به منطقة القصيم وتشرف به هذه الأيام النسخة الرابعة من شاعر المعنى. هذه المناسبة التي لو رغبت الحديث والإسهاب في هذا الأمر لجلست ساعات يا أستاذ علي، الله يطول عمرك، لكن لعل الحديث يأتي على هذا الجانب. وأتمنى التوفيق للجميع. ودي تحدثنا عن تاريخ البكيرية، بداية البكيرية. بداية البكيرية الحقيقة هناك شخص يدعى عثمان بن عمران بن سويلم من العرينات من سبيع. هذا في بداية حياته كان في الدرعية، ومن ثم انتقل إلى العطار جهة منطقة سدير، ومن ثم انتقل إلى الضلفعة أحد المراكز اللي ذكرتها في بداية حديثي اللي تتبع محافظة بكرية. وكان لديه نشاط زراعي، واستقطب مجموعة من أقاربه وتوافدوا وتقاطروا إلى مركز الضلفعة، وانتشروا في ذلك المركز وتملكوا وشيدوا مساكن وأيضا مزارع. حكمة الباري أراد الله سبحانه وتعالى أن قلت المياه الجوفية فالضلفعة بالضلفعة. نعم. ومن ثم انتقل ثلاثة من أبنائه محمد وعلي وسويلم، رغبوا الانتقال إلى مكان يتوفر في الواقع خصوبة الأرض وتوفر المياه. التقوا بشخص يدعى ناصر الهويريني. نعم. أشار لهم ببئر، على ذلك البئر شخص أيضا يدعى محمد البكيري. نعم. ولديه مزرعة في بدايته. الأخوان اللي ذكرت اسمهم شروا المزرعة من محمد البكيري، وهناك معلومة أن المزرعة اسمه البكيرية. نعم. فبالتالي الأقرب أن تسمية البكيرية من خلال هذا البئر ومن خلال هذا الشخص الذي يدعى محمد البكيري. ومن ثم أتى أقاربه من الضلفة، أقارب هؤلاء اللي ذكرت أسماءهم. ولخصوبة الأرض وتوفر المياه ولله الحمد توسع المتعلق بهذا الجانب. وهذه بدايات البكيرية، وقد يأتي الحديث والتوسع في ما يتعلق بهذا الجانب بعد قليل إن شاء الله. شكرا لك، ما قصرت. رئيس بلدية محافظة البكيرية أستاذ صالح عبد الله السايع، ودي تحدثني عن أنشطة البلدية، بدايتها، المشاريع اللي قامت فيها، المشاريع المستقبلية لمحافظة لبلدية البكيرية. طبعا تطلع بلدية البكيرية بخدمة محافظة البكيرية وأربعة من المراكز التابعة للبكيرية اللي هي الهلية والضلفعة والشيحية والساق. كغيرها من البلدية تقوم بأعمال خدمة المواطن، من أعمال النظافة وأعمال التشجير والزراعة، بالإضافة إلى البنى التحتية كأعمال السفلة والأرصفة والإنارة وإنشاء الحدائق والتنزه. البلدية هي شريك أساسي مع الجهات الحكومية الأخرى والهيئات السياحة المختصة بأعمال السياحة والمهرجانات وجميع ما يخص التنزه في المحافظة. ودي أعرف المشاريع اللي قامت فيها البلدية يعني على مدى ما شاء الله هالسنوات الطويلة. نعم. في العام المالي الحالي بلغت جملة التكاليف المعتمدة للبلدية قرابة 480 مليون. ما شاء الله. هذه موزعة على المشاريع الجديدة اعتمدت في هذا العام، وبالإضافة إلى المشاريع اللي تحت الترسية من العوام السابقة، منها أعمال السفلة، ومنها أعمال فتح الطرق الهيكلية، منها أعمال مشاريع دار اخطار السيول، مشاريع المباني البلدية كالمسالخ وإنشاء وحدات نقاط ذبح في المراكز التابعة للبلدية، وأسواق الماشية ومستودعات وسكن عمال البلدية وكغير. وفي هذا العام اعتمد مشروع
نعتبره إن شاء الله من المشاريع الرائدة في المنطقة. منتزه عام بالكرية بلغت جملة تكاليفه 20 مليون، ويقع على مساحة تقدر بحوالي 2 مليون متر مربع إن شاء الله، بالإضافة إلى ميدان احتفالات على مساحة 160 ألف متر مربع، بجملة تكاليف بلغت كمرحلة أولى 10 مليون ريال سعودي. ما قصرت، شاكرين مقدم لك. سعادة مدير التربية والتعليم، مساك الله بالخير. مساك الله برضو العافية أستاذ إبراهيم. ودي تحدثني عن التعليم في البكيرية. التعليم بمحافظة البكيرية طبعا بدأ كغيره من الأنشطة الأخرى. طبعا من المعلوم المملكة العربية السعودية قبل توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز كانت تفتقر لكثير من مقومات الحياة، سواء الاقتصادية أو الزراعية أو التجارية أو التعليمية. نعم. التعليم قبل توحيد البلاد على يد المؤسس كان عبارة عن بيوت علم يتسابق إليها رجال المحافظة، حتى أنها تميزت محافظة البكيرية عن كثير من المحافظات في دور العلم وفي تعددها، وهو ما يشهد به الواقع، حيث تخرج من هذه الدور العديد من رجال العلم ممن تقلدوا مناصب في الدولة، سواء في إمامة الحرمين أو في وزارات الدولة الأخرى، أو عسكريين أو رجال أعمال أو اقتصاديين. وبعد أن توحدت المملكة العربية السعودية على يد المؤسس كان التعليم من أولى اهتماماتها، فبدأ التعليم في محافظة البكيرية كغيره من المحافظات في أول مدرسة نظامية عام 1367، مدرسة العزيزية. تلا تلك المدرسة التوسع في مراحل التعليم المتوسط والثانوي حتى شمل جميع المراكز والقرى والمزارع، حتى لا تجد من يترحل لطلب التعليم، وصل التعليم لكل قرية. تعليم البنات سار بطريق موازي لتعليم البنين، حيث افتتحت أول مدرسة للبنات عام 1387، أسست مندوبية لتعليم البنات للإشراف على تعليم البنات عام 1388. من هذا بدأت المدارس تنتشر في المتوسط والثانوي، حتى كذلك انتشرت لجميع القرى. في عام 1316 أنشئت إدارة للتربية والتعليم ترتبط بالوزارة. في عام 1431 توحد الإشراف الإداري للبنين والبنات بإدارة واحدة بمسمى إدارة التربية والتعليم، تشرف على تعليم البنين والبنات. لا ما قصرت، شكرا لك. سعادة المهندس علي بن محمد السويلم، أنت رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الشيخ محمد بن علي السويلم، ودي تحدثني عن نشاط المؤسسة. الله يحييك، أهلا وسهلا. المؤسسة الخيرية أنشئت من أكثر من 12 سنة، الحمد لله يترعى شؤون المحتاجين من الأرامل والأيتام وبناء المساكن للمحتاجين، وكذلك مساعدة الشباب على الزواج وإعطاء القروض لهم، وكذلك رعاية الأسر المنتجة في المحافظة ورعاية الأرامل في مخصصات شهرية للأرامل والأيتام. وكذلك هذا العام سمو أمير المنطقة بارك ثلاث اتفاقيات مع إدارة التربية والتعليم، جائزتين للتفوق وللإبداع، وكذلك مع جمعية تحفيظ القرآن، اتفاقية مع تحفيظ القرآن بعمل جائزة سنوية تحفيظ القرآن بالمحافظة. نعم. وكذلك رابعا صندوق إقراض الزواج برأس مال 2 مليون ريال مع جمعية الأسرة والزواج بالبكيرية. نعم. كذلك هي تقوم بإنشاء المساكن كما تفضلت وترميم المساجد. نعم. على مستوى المملكة وليس على مستوى بس القصيم، يعني بالذات بالمساجد بالذات.
هذا جزء بسيط وهي مكملة للجمعيات الخيرية بالمحافظة. نعم. الحمد لله احنا عندنا والله الحمد للجمعيات الخيرية. نعم. بشكل عام بكل المملكة والله الحمد لها الدور الريادي والجمعي، فأنتم من ضمن الرواد. الله يجزاك. نعم. خير. فجزاك الله خير. شكرا شكرا. بالنسبة للبكيرية تحدث سعادة المحافظ عن البكيرية وأنها بداية السويلم، حنا نسمع عن مقصورة السويلم. نعم. ودي تحدثنا عنها طال عمرك. هذه مقصورة السويلم طال عمرك أسسها الأمير عبد الله بن السويلم اللي هو ثاني أمير بالبكيرية. نعم. أول أمير دخيل الله بن محمد. نعم. بعدين جاء ابن عمه اللي هو عبد الله السويلم. نعم. عبد الله السويلم هذا هو أسس المقصورة تقريبا عام 1220 تقريبا أو 230 بالضبط ما أعرف. نعم. ولا زالت الآن موجودة. نعم. ودخلت من ضمن برامج هيئة السياحة بالمملكة. نعم. عمرها حوالي يمكن 200 سنة تقريبا المبنى، ويزوره طبعا كثير من الزوار البكيرية. نعم. من ضمنهم طبعا زار شرفه سمو الأمير المنضق وسمو النائب وسمو الأمير عبد العزيز بن ماجد. نعم. أمير المدينة السابق وضيوف القصيم والمحافظة عموما. نعم. وحنا حفظنا عليها لتكون يعني رمز او اضافه للبلد كمزار سياحي. نعم نعم. نعم. عمرك الله يوفقنا وياكم. عفوا مشاهدي الاعزاء، فاصل ونواصل الحديث مع ضيوفي وضيوفي. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء، وما زال الحديث الشيق والجميل مع ضيوفي وضيوفكم. سعادة الأستاذ محمد بن عبد الله الخليفي، تفضل. ساك الله بالخير. ساك الله بالنور. الله أنت عليك. يا أستاذ مقرر لجنة أهالي منطقة القصيم. نعم. وعضو لجنة أهالي محافظة البكيرية. أي نعم. ودي تحدثني أولا عن لجنة أهالي منطقة القصيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بقناة الساحة في محافظة البكيرية، وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لرعاية سموه فعاليات الملتقى ملتقى شاعر المعنى برعاية الساحة قناة الساحة. وأرحب بكم مرة أخرى بالبكيرية. لجنة أهالي القصيم أنا أشرف بأني عضو اللجنة ومقررها في نفس الوقت. نعم. تأسست 1417 هجري قبل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زيارته للمنطقة القصيم وللإشراف على الاحتفالات المنطقة بزيارة سموه، وانطلقت مهامة من بداية الحفل وتشعبت لدعم طلبات المنطقة بشكل عام كمنطقة، ومشكلة اللجنة من كل محافظة يمثلها عضو من محافظات المنطقة، ورئاسة اللجنة رأس أول رئيس للجنة رحمة الله عليه الشيخ صالح عبد الله السلمان أحد رجال عيان بريدة، والآن يرأس اللجنة الشيخ إبراهيم الربدي. نعم. مثل ما قلت أنه من كل عضو يمثل محافظة وترعى المناسبات بالمنطقة وترعى أيضا طلبات المنطقة الجماعية بشكل كامل. الرعاية تتمثل في إيش؟ سواء بالمطالبات أو المتابعة أو تنظيم الاحتفال أو التمويل للاحتفالات. نعم. ابتداء من الزيارة التي تشرفت المنطقة عموما بزيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وليس انتهاء في آخر يعني مستمرة الزيارات للمسؤولين ترعاها اللجنة. لا. الحمد لله. لا. والأعياد أيضا. لا ما قصرت. الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن حسين مساك الله بالخير. بالخير وعافية.
يا دكتور، أنت رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الكيرية وعضو المجلس المحلي، ودي تحدثني عن التنمية الاجتماعية في محافظة الكيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أكرر الترحيب بك أبو عادل شخصيا، أستاذ علي، وبقناة الساحة في الكيرية. العمل الاجتماعي يعني الحمد لله، يعني أهل هذه البلاد يعني تربيتهم لله الحمد تربية خير، ويقومون بأعمال اجتماعية، كل يعني بحسب ما يستطيع وبقدر ما يستطيع. الدولة وفقها الله نظمت هذه الأعمال الاجتماعية وبجمعيات خيرية وبلجان تنمية. لجان التنمية في الآونة الأخيرة وهي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية يعني تقوم بمشاريع وبأعمال مشاركة مع المجتمع لتطوير مستوى الخدمات التي تقدم، وبالذات في الشأن الاجتماعي. نعم. من أجل أن تكون منظمة، وأيضا تقوم الوزارة بدعمها، وتكون تحت نظر الوزارة بمشاريعها، يعني هي تهدف وتركز على تطوير مستوى الأسرة بشكل عام بما فيها يعني النساء والشباب والشابات والأطفال، ترعاهم بمشاريع كثيرة، مشاريع مدعومة لها ولله الحمد، يعني تنظيم، وبدأت في الآونة الأخيرة يعني تؤتي ثمارها على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة. الآن يكاد يكون كل محافظة وكل بل فيه أحياء يكون فيها لجان للتنمية، ميزانيتها أو اختصاصاتها مفتوحة. لا. يعني في سواء على مستوى الأسر، على مستوى الشباب، على مستوى يعني الشابات، على مستوى دعم الأسر المنتجة، على حتى رياض الأطفال تختص فيها، حتى الآن صار في ضيافة النشأ أو ضيافة الأطفال في الفترة المسائية. أيضا لجان التنمية تهدف أو ينحصر أو لا أقول ينحصر، لكن أقول تهدف إلى تطوير وتنمية العمل الاجتماعي من خلال المشاركة المجتمعية بين الوزارة ممثلة في لجان التنمية. نعم. وبين الجهات، مثلا نحن لدينا مشاركة مع إدارة التربية والتعليم، ولدينا مشاركة مع البلدية. نعم. لدينا مشاركة مع جهات، مع النادي، مع جهات كثيرة، من أجل أن تكون الأعمال يعني منظمة وكل في اختصاصه، لكن إنها تهدف إلى تغطية كل الجوانب. مثلا جمعية تحفيظ القرآن لها تخصص. نعم. جمعية الخيرية لها تخصص. نعم. لجنة التنمية تغطي كل الاختصاصات الحقيقة الثقافية. نعم. الاجتماعية. نعم. وحتى تقيم يعني بعض الأنشطة الرياضية. نعم. ويعني لها الحقيقة يعني وهي مدعومة. نعم. وتسد حاجة يعني كبيرة في المجتمع. من ضمن النشاط الثقافي وش الأنشطة اللي تقوموا فيها أو قمتوا فيها؟ نحن نقوم بأحيانا مراكز داخل مقر لجنة التنمية، أنشطة للشباب مسائية يكون فيها مسابقات، ويكون فيها يعني تدريب على الخطابة، تدريب على المحاورة، تدريب على الحوار. أيضا أحيانا نستهدف الشباب في الأماكن العامة، رجال ونساء. نعم. ونقيم أيضا بالنسبة للشباب في الحدائق، ويعني المتنزهات يكون لهم أنشطة ويكون لهم برامج يستهدف فيها يعني تنمية ثقافتهم. كذلك بالنسبة للنساء والأسر يكون داخل يعني بعض الأماكن المعدة مثل مركز الملك عبد الله الحضاري أو في بعض قصور المناسبات،
يجعل لها برامج، احيانا تكون 3 ايام، احيانا تكون اسبوع، يكون فيها ايضا برامج حتى ودورات تدريبيه لكثير من يعني او للبنات عموما او للاسر، كل يعني فيما يناسبه، والحمد لله يعني مرصوده وقائمه وموثقه، وان شاء الله تعالى انها يعني تضفي للمجتمع وتحل اشكاليه كبيره يعني ان شاء الله للمجتمع. ان شاء الله الله يوفقكم. الاستاذ محمد بن ابراهيم سلم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. انت عضو لجنه التنميه السياحيه بمحافظه الكيريه، ودي تحدثني عن هالجانب، الجانب السياحي. اول بسم الله الرحمن الرحيم. اول تعد محافظه الكيريه او سياحه الكيريه تعتبر من احد المقاصد السياحيه من منطقه القصيم، وذلك لاعتبارات منها اول كونها كالقلب النابض لمنطقة القصيم، وهي تعتبر وسط منطقة القصيم، وكذلك لامتلاكها البنية التحتية السياحية والفندقية، وكذلك لوجود أو وجود كم تاريخي، وكذلك الموارد الطبيعية ومصادرها. بالنسبة للجنة التنمية السياحية محافظة الكيرية لها تقريبا من أبرز اهتماماتها هي استقبال الوفود السياحية للزائرة لمحافظة البكيرية، وكذلك لا أنسى عندنا من أبرز المعالم الأثرية محافظة البكيرية عندنا مقصورة السويلم ومقصورة الراجحي وفيها كذلك المنتزهات كمنتزه المدينة الصحية، وكذلك في عندنا من أبرز يعتبر الطريق اسمه طريق أو الطريق النموذجي، هو طريق الأمير نايف بن عبد العزيز. يحتوي هذا الطريق أو تقريبا طول الطريق هذا 6 كيلو بعرض 40 متر، يحتوي تقريبا على مسطحات خضراء وممشى للشباب، وكذلك وجود أماكن ترفيهية للشباب، وكذلك لا أنسى في يوجد في هذا الطريق خدمة الإنترنت لمرتادي هذا الطريق. الأنشطة السياحية أو الأنشطة الصيفية اللي تقومون فيها ودي تحدثنا عنها. أولا من ضمن البرامج التنمية السياحية محافظة الكيرية كذلك إقامة المهرجانات. من أهمها مهرجان الصيف، بالعادة تقام مهرجانات الصيفية منتزه المدينة الصحية بشكل عام، وكذلك بجميع روافته الترفيهية للأطفال والكبار، وكذلك لا أنسى الاهتمام بالمهرجانات يقصدون فيها الأسر المنتجة ذوات الدخل المحدود لترعى كفايتها في هذا المهرجان، وهو كذلك استقطاب كذلك الشباب للتنفيذ والاستفادة من وقت فراغه. نعم. وكذلك لا أنسى عندنا برامج المهرجانات، مهرجان البيئة والنبات، وكذلك مهرجان التسوق، وكذلك مهرجان أو عيد الفطر المبارك، وكذلك مهرجان بعض المهرجانات التي تخدم فئة الشباب. سعادة المحافظ، أنا حسيت أنه عندك تعقيب أثناء كلام الأستاذ محمد المسلم. أحسنت. نعم، على اعتبار المحافظ رئيس لجنة التنمية السياحية الأخ محمد وفى وكفى وذكر الكثير الحقيقة، لكن لجنة التنمية السياحية نفخر أنها مصنفة ضمن مجموعة لجان التنمية السياحية باقي المحافظات، لها نشاط قد يكون هناك اختلاف في المفهوم أو المعنى، هناك لائحة تنظيمية للجان التنمية، لكن اجتهدنا وانبثق من لجنة التنمية السياحية عدة لجان. لجنة المهرجانات يرأسها سعادة المهندس صالح السلي رئيس البلدية، ولجنة الاستثمار، ولجنة التراث والآثار، عدة لجان حقيقة. لجنة التراث والآثار رصدت المواقع التاريخية وكثير من 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 المتعلق في الآثار والتراث، وتم رصد هذه الأشياء من ضمن ما أتى الحديث عليه ذكر المهندس علي مقصورة السويلم، هناك مقصورة الرواجح الحقيقة،
وجبل ساق وسورة بكيرية وموقع معركة البكيرية. هذه المعركة التي انتصر فيها الملك عبد العزيز ومن شاركه من المخلصين، ومن خلال هذه المعركة انطلق إلى توحيد المملكة العربية السعودية حتى نتفيأ ظلال هذا الأمن وهذه الأمور التي ولله الحمد يفاخر بها أبناء المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار ورغد عيش. تفخر هذه المحافظة أن وقعت هذه المعركة على أرضها، وأيضا لجنة التنمية السياحية تستهدف كثير من الأمور التي تكون جاذبة لأبناء منطقة القصيم. لا. يؤكد هذا توجيه سمو أمير المنطقة في إنشاء مركز شامل في فصل الشتاء الذي مضى، وأتى التوجيه أن يتم تشكيل المجلس الشامل هذا العام أيضا في المكان الذي يكثر فيه المتنزهين، ويشارك في هذا المركز الشامل مجموعة من الإدارات الخدمية البلدية والمياه وحقيقة الزراعة والدفاع المدني والمرور والشرطة. نعم. تقدم جميع الخدمات للمتنزهين في البر. طبعا عندنا أماكن معينة يستهدفها أبناء المنطقة بصفة عامة في التنزه والكشتات، يتم تقديم خدمات لهؤلاء. هذا من ضمن أنشطة لجنة التنمية السياحية، وهي لها جهود وعمل في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة، وحبيت أضيف الشيء هذا. أيضا عندما أتى الحديث عن مؤسسة الشيخ محمد علي السويلم، المهندس علي استعرض كثير من أوجه النشاط والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة، إضافة إلى ما ذكر المهندس أيضا تم توقيع اتفاقية لرعاية برنامج المدينة الصحية. مدينة البكيرية هي المدينة الصحية الأولى. نعم. التي وقع عليها الاختيار عام 1419 عفوا. نعم. ومثلت محافظة البكيرية، طبعا تم اختيار المدينة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة، لم يتم الاختيار إلا لمقومات ومعايير أوجبت اختيار البكيرية. لا يخفى هذه المقومات، هذه توفرت ولله الحمد في محافظة البكيرية لكثرة المسطحة الخضراء وتوفر المياه وقربه من مطار المنطقة وقربه من وتوسط محافظة البكيرية في منطقة القصيم. نعم. وأيضا سلامتها من بعض الإشعاعات وبعض المتعلق في المصانع والكسارات والمنطقة الصناعية خارج البكيرية. نعم. هذه هي المعايير مجتمعة أوجبت اختيار مدينة صحية أولى على مستوى المملكة. على مدى كم سنة؟ من عام 1419 إلى الآن؟ إلى الآن هي وهي المدينة الصحية الأولى على مستوى المملكة. ما شاء الله. ما يخفى أن الآن المدن الصحية على مستوى المملكة. نعم. أتوقع أن تجاوزت 25، يمكن أنا الحقيقة غير دقيق. نعم. في العدد، لكن أول محافظة وقع على الاختيار كمدينة صحية أولى على مستوى المملكة البكيرية. نعم. ومثلت المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، شاركت في اليابان وشاركت في مصر تمثيل للمملكة العربية السعودية. نعم. وحازت المركز الثالث على مستوى دول العالم. نعم. عندما شاركت في اليابان. نعم. هذه الميزة، إحدى مفاخر. نعم. محافظة البكيرية. نعم. ولعل الحديث يأتي في التوسع عن بعض أمور تتعلق في هذا البلد المبارك إن شاء الله. سعادة رئيس البلدية الأستاذ صالح، ودي تحدثني عن المشاريع المستقبلية لبلدية البكيرية. نعم، البلدية الحمد لله يعني كبنى تحتية لا نقول أنه وصلنا إلى حد الكفاية، لكن هي تسابق مثل زميلاتها بلديات المنطقة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن أينما كان. خدماتنا المستقبلية إن شاء الله في المراكز التي لم تصلها الخدمة، التوسع في إيصال الخدمات للمساكن التي لم تصلها الأعمال الأساسية كأعمال السفلتة وأعمال الإنارة، إنشاء التوسع في زراعة المسطحات الخضراء في مع توسع المدينة في جميع الاتجاهات.
كذلك تغطية المراكز التي لم لا يوجد فيها أعمال كأعمال الحدائق والمنتزهات حب نضيف أنه في تم افتتاح مكتب خدمات في الخدمات البلدية في مركز الشيحية، وهي من المراكز الواعدة الحمد لله. يعني الشيحية بلد نمو سكاني وفي توسع لتوفر مقومات الحياة في المركز وقربها وخدمتها لمراكز القريبة لها. الأستاذ إبراهيم بن علي الشمسان، أنا لاحظت أنه كان عندك تعقيب أو حديث عن التعليم. أقول أستاذ علي شكرا لكم أبو عادل، وشكرا لقناة الساحة على إتاحة مثل هذه الفرصة لنا لنبرز بعضا من أنشطة التعليم في المحافظة. كما ذكرت، التعليم النظامي كيف ابتدأ؟ بعد أن استقر أو تم إنهاء الاحتياج تقريبا في جميع القرى، تركز الأمر على تطوير البنية التحتية، إيجاد مبنى حكومي متميز للطالب والطالبة، إيجاد مرافق خدمية تخدم الطالب والطالبة. الآن ولله الحمد في نهاية عام 36 حسب المقرر سيصل إجمالي المباني الحكومية 97% تقريبا حكومي، نعم. وحسب التخطيط القادم إن شاء الله أنه خلال سنة أو سنتين ينتهي جميع المبنى المستأجر. طبعا تشارك التربية والتعليم المجتمع في أنشطته في محافله. كما ذكر المهندس علي قبل قليل، وقعت قبل أيام في مكتب صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم جائزتين، الأولى للتفوق العلمي والثانية للابتكار، وإن شاء الله القادم أكثر فيما يحفز أبناءنا وبناتنا نحو التعلم ونحو الابتكار ونحو الجودة. حقيقة في هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أرفع الدعاء والتقدير والشكر لمولاي خادم الحرمين والشريفين وولي عهدي وولي العهد على ما يلقاه التعليم بالمملكة العربية السعودية وبمنطقة القصيم، وجه خاص من دعم ومتابعة. كما لا يفوتني أن أشكر صاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم ومعالي نوابه في وزارة التربية والتعليم والمسؤولين بالوزارة على ما تلقاه محافظة البكيرية من دعم ومن متابعة، حيث لا نجد الحمد لله أقل المتطلبات إلا وهي متوفرة بين أيدينا. وأخيرا طبعا الشكر لرائد التعليم الأول بمنطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسموه نائبه فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز على ما نلقاه الحقيقة من مبادرة ومن حسن توجيه ومن حسن متابعة ومن مؤازرة ومن وقوف أمام جميع المعضلات التي قد تعيق خطوات تطوير التربية والتعليم. كما لا يفوتني شكر سعادة المحافظ ومواطن المحافظة على ما نلقاه الحقيقة منهم سواء في لجنة الأهالي أو المواطنين من دعم ومن وقوف، حيث أصبح مجتمع البكيرية ولله الحمد مجتمع مبادر لا ناقد، نجد منهم كل دعم وكل مؤازرة وكل عون. في الختام أشكر قناة الساعة على إتاحة هذه الفرصة ولكم خصوصا أستاذ، يعطيك العافية، ما قصرت. مشاهدي الأعزاء، فاصل ونواصل الحديث مع ضيوفي وضيوفي. مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم من جديد. سعادة المهندس علي محمد السويري، أنت عضو لجنة الأهالي. لجنة الأهالي الآن في محافظة البكيرية، الأنشطة اللي تقوم فيها. أول شيء أنه أنا ودي أعطيك نبذة بسيطة عن أهالي البكيرية منذ القدم. سباقوا لخدمة البكيرية منذ زمن يعني، وجيل بعد جيل. إنما في الفترة الأخيرة من 30 سنة وجاي قدموا خدمات خدمية وتعليمية وخيرية للمحافظة بأرقام أنا أقول يعني قياسية جدا. أتوقع أنهم الإحصائية غير دقيقة، ولكن تجاوز 600 مليون
ريال اللي دفعوها الأهالي لتطوير البكيرية سواء خيري أو خدمي أو اجتماعي. اللجنة الأهالي هي مكملة للأجيال السابقة، والآن هي تقوم بخدمة البكيرية بتنسيق تحت إدارة المحافظة البكيرية وأهالي البكيرية. سبق ليش أي عمل يفيد البلد من احتفالات أو مطالبات في خدمية للبلد أو تبرعات من الأهالي لتطوير البلد. نعم. هذه مجمل الخدمات وهو تقديم خدمة للبلد يعني عموما. نعم. الأستاذ محمد بن عبد الله الخليفي، أظن عندك تعقيب على موضوع معين. فقط أشير لمبادرة الوالد الشيخ محمد العلي السويلم في قد تكون الأولى حسب علمي على مستوى المملكة. نعم. أنه رجل يربط شمال أو جنوب البلد بغربها طريق سريع على حسابه الخاص، وهذه أعتقد أنها مبادرة أولى. والآن متولي الأخ المهندس علي امتداد للطريق جنوبا ليرتبط بطريق البداية على المضار، وطبعا على حساب الشيخ محمد. لا سباق السرط. شكرا. الأستاذ عبد الله بن علي المحسن، عندك تعقيب أو إضافة على شيء؟ والله أنا ودي تسمح لي الله يحفظك. يعني نحن للتاريخ وليس للمجاملة، وأيضا ليس فيها تعصب كما تعرف، نحن في البكيرية وأنتم حضرتم جزاكم الله خير لكي تعطوا فرصة لكي نبين بعض صفات هذا البلد وأهله منذ قيام المملكة ومنذ يعني استقرار الوضع للملك عبد العزيز رحمه الله. وفقت هذه البلاد وهذه المدينة وهذه البلدة إلى أمور كثيرة وعلى رأسها التعليم. فالقضاة للتاريخ، ويعرف الجميع أن الدولة اعتمدت كثيرا على القضاة في يعني الذين تخرجوا من محافظة البكيرية وينتمون إليها كما هي ولله الحمد باقي ولدان المملكة، لكن إلى أنه يعني القضاة الذين تخرجوا والذين عملوا وساعدوا الملك وانتشروا في 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 شمال المملكة وجنوبها وغربها وشرقها كانت لهم منقبة. الأمر الثاني وهو بدأت منذ يعني أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بأن يتولى الشيخ عبد الله الخليفي إمامة المسجد الحرام، الحرم المكي الشريف في مكة حرسها الله، وتوالى الأئمة من هذه المدينة إلى يومنا هذا. أيضا على مستوى العمل المدني في الوزارات، وكذلك على العمل العسكري لرجال هذه البلدة وهذه المدينة محافظة البكيرية، لهم سهم كبير في يعني ثقة ولله الحمد ولاة الأمر، بحيث يعني ساهموا مساهمة كبيرة من موسى. كذلك في الشأن الاقتصادي نحن ولله الحمد يعني وفق الله أهل هذه البلاد، وكانوا يعني يتميزون بالجد وبالنشاط والمتابعة حتى وفقهم الله وأصبحوا لديهم رؤوس أموال انعكست بالتالي على جميع أنحاء المملكة ولله الحمد، لهم مساهمات خيرية وتنموية، مشاريع كبيرة على مستوى المملكة يعني يشهد لهم القاصي والداني. انعكست أيضا على مستوى المحافظة البكيرية بدون تعصب، هم يبذلون هنا وهناك. نحن مثل ما ذكر المهندس، مثل ما ذكر سعادة المحافظ، مثل ما ذكر الأخوة جزاهم الله خير، البكيرية ولله الحمد يعني من مقومات أنها مدينة صحية والتي أعجبت منظمة الصحة العالمية، وكانت إحدى المقومات الرئيسية التي تدل على يعني تمكن العمل الاجتماعي أنه أنشئ يعني دعما لمشاريع الدولة. الدولة ولله الحمد ما قصرت في يعني أسوة بالمحافظة الأخرى، لكن يعني بما حب الله رجال هذه البلاد أو هذه المدينة أنشأوا مشاريع كثيرة بدون ذكر أسماء، لا أريد أن أذكر أسماء لكي لا أنسى أحدا، لكن مشاريعهم على مستوى المساجد، على مستوى دور التأهيل الشامل، على مستوى المؤسسات الخيرية، حتى فتح الطرق ولله الحمد، ويعني مشاريعهم يشهد لها الجميع، يساهمون مع الدولة وفقها الله
محل ثقة ولله الحمد والمنة من ولاة الأمر حفظهم الله حتى على مستوى العلم والعلماء وهيئة كبار العلماء. المدينة لها تمثيل. نحن نقول هذا الكلام وأما بنعمة ربك فحدث ولا ننتقص من أحد ومن جهود الجميع وأيضا لكن هو للتاريخ نقول أنه والله بتوفيق الله عز وجل أنه من الله عليهم يعني سواء بالمال أو بالعلم أو بالعمل ونيل ثقة ولاة الأمر حفظهم الله. فيعني هذه إطلالة الحقيقة سريعة. بقي أن نشير لما أشار سعادة المحافظ والمهندس اللي هو برنامج المدينة الصحية أنه والله الحمد يعني منظمة الصحة العالمية اختارت مع وزارة الصحة في المملكة اختاروا الكريم لمقومات عديدة نال البرنامج تطبيقه في هذه المحافظة وكان ولله الحمد يعني بشهادة الجميع أن المدينة فيها مقومات كثيرة من حباها الله عز وجل الحمد لله وأيضا بمساندة الدولة إقامة المشاريع واكتمال الخدمات وكذلك ما يقوم به أهل هذه البلاد المواطنون المخلصون الداعمون لكل مشاريع الخيرية والاجتماعية. بدأنا في تبرع بأجهزة للمستشفى وأنشأنا مستشفى كامل ما شاء الله. بدأنا بالتبرع لمدرسة أجهزة لمدرسة وأنشأنا جامعة بالبكيرية. بدأنا في فتح طريق لا يتجاوز 500 متر وأنشأنا دائري يصل إلى يعني 40 كيلو. بدأنا في إنشاء يعني مساكن يعني دور للنزلاء وأنشأنا فنادق والحمد لله الفندق العامر اللي احنا فيه يعني مشاريع تنموية قريبة جدا يعني تخدم المنطقة ومشاريع والله الحمد تخدم كلها مساهمة للتنمية في هذه البلاد ورد جميل لولاة الأمر ورد جميل يعني للناس عموما ومشاريع خيرية والله الحمد واثقة وداعمة وتدعم الاقتصاد وتدعم الخير في هذه البلاد. دكتور عبد الله من الحقيقة من سنوات التأسيس الأولى للبرنامج الدكتور عبد الله من القائمين على البرنامج برنامج المدينة الصحية وبالتالي أقول هالمعلومات الثرية ما قصر إضافة لأبناء المحافظة ودعمهم. هناك يوم الوفاء أقيم يوم الوفاء الأول عام 1426 ونحن الآن قطعنا العام الخامس للوفاء. هذه البادرة ستكاد تكون أول مبادرة على مستوى المملكة يتم تكريم الداعمين دعم مادي أو معنوي أو لهم مساهمات في متابعة مصلحة المحافظة أو الشأن العام. بادرة حقيقة يرعاه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ويقدم لهؤلاء المكرمين تقريبا في كل عام 10 مكرمين يقدم لهم ما يؤكد إكرامهم وتكريمهم سواء أحياء أو أموات وأبناء البلد دعمهم لا يتوقف إطلاقا مساندين لما تقدم حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى درجة الأخوان يعلم الله أنهم يجون لمي بالمحافظة أبناء البكيرية ويقولون أي مرفق حكومي تفتقر له البكيرية حنا على أتم استعداد في تقديم المبنى والأثاث والآليات والمعدات وهم سباقين وداعمين لا يتوقفون. أنا كرئيس المجلس المحلي أنت سألت الدكتور عبد الله وقد أنه ما أسعف الوقت المجلس المحلي لا يخفى أنه يتشكل من مدراء الإدارة الحكومية وأيضا سبعة من الأهالي كأعضاء وعمل المجلس المحلي متابعة المشاريع ونهضة وتطور ورقي المحافظة ويتم رفع التوصيات من قبل الأعضاء لسمو أمير المنطقة لاعتماد ما يرون أهمية إضافته للمحافظة ومما يسهم في تطوره وازدهاره. هذه الأعمال التي إن شاء الله بإذن الله تكون خير داعم وخير موفق بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه ويتواصل إن شاء الله العطاء بإذن الله. الأستاذ محمد المسلم ودي تحدثني عن النشاط الثقافي للمهرجانات اللي تقام بكيرية. أول بسم الله الرحمن الرحيم أول إضافة إلى قبل ما أدخل في هالنقطة إضافة الكلام الأخوان
بالنسبة لدعم رجالات أو الأهالي البكيرية للمهرجانات، هي هم يعتبرون الرافد الأساسي لدعم هذه المهرجانات سواء ثقافية أو اجتماعية. بالنسبة للمهرجانات الثقافية متنوعة، بالنسبة سواء للقطاع أو سواء البنين أو البنات، عندنا تعتبر اللجنة النسائية تحت إشراف لجنة التنمية السياحية تقوم بعض البرامج الثقافية للنساء، وكذلك بالنسبة للبنين البرامج الثقافية متنوعة كالبرامج الشعرية والبرامج المسابقات الثقافية تقام سواء في مركز الملك عبد الله الحضاري أو نادي الأمل الرياضي. هذه تقريبا أغلب البرامج الثقافية اللي على تكون على بالمحافظة على مستوى العام. ما قصرت. سعادة المحافظ الكلمة الأخيرة لك. أنا شاكر ومقدر حقيقة، كان بودي أن يأتي الحديث على بعض الأمور لكن وقتكم ثمين. هناك أيضا المجلس البلدي والمجلس المحلي والجهات الحكومية تكمل بعض، وهناك واللحم تناغم وتعاون في سبيل تطور ونهضة المحافظة. حكومة خادم الحرمين الشريفين محور اهتمامه المواطن، والمواطن ولله الحمد حظي في هذا العهد الزاهر بكثير مما يوفر له الصحة والسلامة والتعليم وما يكفل سعادته. بلادنا ولله الحمد تختلف عن بلاد أخرى في الأمن والاستقرار والكثير مما يوفر رغبات المواطن، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة. ولا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا تقديم خالص الشكر والتقدير لشخصك الكريم أستاذ علي، ولرئيس مجلس إدارة قنوات الساحة الفضائية الأستاذ ناصر القحطاني، وللقائمين حقيقة على هذه الحلقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين. والشكر والتقدير للموجه والمشجع والداعم والمهتم بهذه المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير المنطقة، ولمتابعة سمو نائب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، اللذين لم يقصر في متابعة واهتمام وتقدير أبناء هذا البلد وتقديم العون والمشورة والتوجيه لهذه المحافظة وباقي محافظات منطقة القصيم. للجميع الشكر والتقدير، وأشكركم أيضا على إتاحة الفرصة في رعاية الحلقة الخامسة غدا إن شاء الله من النسخة الرابعة شاعر المعنى، ومحافظة البكيرية تكمل باقي محافظات المنطقة التي شرفت برعاية هذه النسخة. فنشكركم على إتاحة الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن تتكرر الزيارة. وأكرر شكري وتقديري لشخصك الكريم يا أستاذ علي. أشيد أيضا بوقفة والد الجميع الشيخ محمد بن علي السويلم صاحب الأيادي البيضاء على هذا البلد وصاحب هذا الفندق، والشكر للأستاذ المهندس علي لتسهيل هذه المقابلة وتقديم ما يلزم لإجراءها. والد الجميع له من الأفضال وله من الأيادي البيضاء والدعم الحقيقي، وكثير من أبناء محافظة البكيرية الذي أخشى أن أذكر أسماء ويسقط أسماء، وللجميع الشكر والتقدير. فباسم الجميع أقدم الشكر والتقدير لسعادة المهندس علي على حسن الاستضافة. وهناك حقيقة القدر بالصدر مثل ما يقولون يا أستاذ علي، درع مقدم باسم الأهالي لشخصك الكريم. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن هذه الحلقة وما أضيف فيها وما قدم يكون فيها الإثراء
وإعطاء لمحة ولو قليلة عن هذا البلد المبارك. سأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع وأن تتكرر الزيارة إن شاء الله. شكرا لكم. حنا نشكركم على هالتقدير الجميل اللي ما يستغرب عليكم. أنا أعتقد أنه ما زال عند سعادة المحافظ حديث. أنا ذكرت أستاذ علي الدور التكاملي والتناغم والتعاون بين المجلس المحلي والمجلس البلدي والقطاعات الحكومية الخدمية، وهو جزء من الواجب. لا أنسى أن أشيد بدور لجنة الأهالي والجهد المبذول من قبل رئيس اللجنة الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الحديثي ونائبيه معالي الأستاذ صالح البراك والدكتور سليمان النمله وباقي أعضاء لجنة الأهالي. لهؤلاء دور ملموس في متابعة أنشطة المحافظة والسعي لما يسهم في نهضة وتطور وازدهار محافظة البكيرية. يسعدني في هذه الحلقة أن أشيد بدورهم التكاملي، ولا يستغرب ولا يستكثر من أبناء المحافظة بصفة عامة. نعم. أي جهد يبذل وهو نعم. جهد مقل. نعم. فللجميع الشكر والتقدير. ولك بارك الله فيك. سعادة الأستاذ مدير التربية والتعليم تفضل. أنا أشرت عن المشاركة المجتمعية وأن الإدارة الآن تعتمد على المشاركة المجتمعية بشكل كبير لما تمثله من أهمية فيما يعود على أبنائها الطلاب والطالبات. ومن هذه المشاركات المجتمعية ما تقدم به أبناء الشيخ عبد الله سليمان الخليفي من جائزة للتميز لتكريم المتميزين سواء من المعلمين أو من مدراء المدارس أو من المرشدين الطلابيين أو من الطلاب. فهذه من الجوائز الكريمة التي ستوقع بإذن الله قريبا باسم فضيلة الشيخ عبد الله سليمان الخليفي. شكرا. شكرا جزيلا. فلأبنائه الشكر والتقدير وله دعانا بالرحمة. الله يرحمه. الله يغفر لهم السلام. مشاهدي الأعزاء، هكذا يمضي الوقت سريعا عندما يكون ضيوفي وضيوفكم بهذه الروعة وهذا الحديث الشيق الجميل الرائع. لهم مني ومنكم جزيل الشكر على هذا الحديث الرائع. مشاهدي الأعزاء، في حلقة قادمة من سهرة من القصيم لي معكم لقاء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.